أعطت الحكومة الإيطالية الضوء الأخضر لبيع فرقتين إلى مصر برغم عدم انتهاء قضية ريجني، في إشارة إلى الشاب الإيطالي الذي عثر عليه مقتولا في القاهرة في يناير 2016. وصار الملف أمام الإدارة الإيطالية المكلفة بعمليات تصدير الأسلحة بهدف تحضير الاتفاق الرسمي وإنهاء عملية البيع التي أثارت حفيظة عائلة ريجني وأحزاب يسارية إيطالية أخرى. من جانبه قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو خلال جلسة استماع برلمانية، قال إن مصر محاور سياسي مهم في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشددا على أن روما لا تزال تنتظر النتائج النهائية للتحقيق في الجريمة الوحشية التي ارتكبت بحق ريجني، مضيفا أن المطالبة المستمرة بإحراز تقدم كبير في التحقيق في القضية لا تزال قائمة. ومعنا عبر سكايب من روما بيرو دي فاسينو نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأوروبية في البرلمان الإيطالي. سيد بيرو مرحبا بك. سيد بيرو، هناك تضارب في البيانات، وزير الخارجية يتحدث عن أنه لم يتم إعطاء الضوء الأخضر بينما الحكومة بالفعل أعطت الضوء الأخضر لصفقة الفرقاطتين العسكريتين لمصر من جانب إيطاليا، ما هي مشكلة هذا التضارب؟ بداية ليس هناك تضارب. مجلس الوزراء أعطى موافقته للانطلاق في بداية في بيع إلى البحرية المصرية الفرقاطات، وعندما اتخذنا هذا القرار نحن أخذنا مسؤولياتنا تجاه مصر وهو بلد مهم للاستقرار والأمن للمنطقة، وبالطبع نحن الآن ننتظر أيضا أن تكون لدى مصر نفس الحس المسؤولية، ولا سيما أن تلقي الضوء على كل ما يتعلق بجولو ريجيني الباحث الشاب الإيطالي الذي تم اختطافه ثم قتله. ونحن نعلم منذ مدة أن هذا تم إنجازه من قبل أشخاص ينتمون إلى سلك الشرطة في مصر. ينبغي أن تكون هناك تعاون قضائي بيننا، لكن يبدو أن كل شيء توقف منذ 6 أشهر، لذلك عليهم أن يستنطقوا الأشخاص المعنيين بقضية ريجيني، وأخيرا أن يقدموا لنا إجابات في من قتل جوليو ريجيني وكيف. وهكذا هذا حق مطلق لإيطاليا بأن تعرف ذلك. نحن كانت لدينا حس المسؤولية تجاه مصر، ولذلك ننتظر من مصر أن تتصرف على النحو نفسه. طيب سيد بيرو، أنت تتحدث عن حس المسؤولية بشأن إعطاء فرقاطتين يتبعها عدد كبير أو صفقة أكبر من الأسلحة تبلغ حوالي 10 مليارات دولار، ولكن قضية ريجني منذ يناير 2016 أي 4 أعوام وتتحدث عن تورط الشرطة فيها، الأمر سهل بالنسبة للسلطات المصرية ولكنها لا تفصح عن قتلة ريجني، أي مسؤولية تتحدث عنها؟ نحن نصر على أن السلطات المصرية تقوم بواجبها تجاه السلطات القضائية الإيطالية. قيل لنا عليكم أن تقطعوا العلاقات مع مصر، ونحن لا نقول أن ذلك، إذا قمنا بذلك فستكون الأمور أصعب وأصعب. فإذا قطعنا العلاقات مع مصر فإننا لن نتمكن من التحاور والوصول إلى النتائج، وسيكون أصعب وأصعب، وستكون هناك عداوة، ثم إن مصر ستبحث عن شركاء آخرين فيما يتعلق بصفقة الأسلحة، ولن نحصل على الحقيقة فيما يتعلق بريجيني، ثم سنخسر أيضا علاقات مع بلد مهم مثل مصر. نحن في المقابل نريد الحفاظ على هذه العلاقات مع مصر، لأن مصر بلد مهم للاستقرار في الشرق الأوسط،
وفي الشرق عموما، لكننا نريد أيضا الحقيقة فيما يتعلق بريجاني. فلا يقبل أن يتم اغتيال شاب جامعي باحث كان يقوم بأبحاث ودراسات، يتم اختطافه ثم قتله على نحو عنيف كما حصل لجوليو ريجاني. فلذلك فإن على السلطات المصرية واجب أخلاقي بأن يضيئوا هذه، يلقوا الأضواء على هذه المسألة كي نفهم وتكون لنا كل الحقيقة. طيب سيد بييرو، يعني هل تريد أن تقول أن دولة بحجم إيطاليا فشلت حتى هذه اللحظة في إقناع مصر بالإفصاح عن قتلة جوليو ريجاني، بالإضافة إلى ملف مصر المتعلق بانتهاكات كثيرة في حقوق الإنسان، منها مؤخرا الباحث باتريك الذي اعتقل إثر عودته من إيطاليا واتهم بالإرهاب، بينما مصر قادرة على إقناعكم في إيطاليا بعقد صفقة عسكرية بهذا الحجم، هي واحدة من أكبر الصفقات العسكرية في التاريخ ما بين الدولتين؟ أنا أعطيك أمثلة. عندما قرر ترامب الخروج من الاتفاق النووي، كانت النتيجة أنه في اليوم الذي يليه عادت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التجارب النووية وتخلصت من أي التزام. نعطيك مثال آخر، العلاقة التي لدينا مع تركيا، نحن ساعدنا في أن تكون تركيا دولة ديمقراطية، وعندما أغلقنا الأبواب فإننا ندفع تركيا نحو الدكتاتورية. واليوم تركيا تتصرف كمنافس للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط. لذلك ما أريد أن أقوله لك سيدتي هو أنه من المهم أن نحافظ على الحوار حتى عندما تكون الأمور معقدة، لأنه قطع العلاقات سهل جدا، أسهل ما يكون. لكن ما هي نتائج ذلك؟ نحن نخير الطريق الأصعب وهو أكثر تعقيدا، ولكنها الوحيدة التي تعطينا النتائج. نحن نقر أن مصر بلد مهم للبحر الأبيض المتوسط والسلامة والأمن والاستقرار، ونريد أن نواصل التعاون مع مصر، ونطلب من مصر في الوقت نفسه أن تتعاون معنا كي تحصل على الحقيقة ونصل الحقيقة لجوليو ريجاني، وأن أيضا أن تحرر الشخص الذي اعتقلته. نعم. وأن تحترم مصر حقوق الإنسان عموم. هي معركة صعبة بالنسبة لنا، ولكننا سنسير فيها إلى النهاية. سيد بييرو، على نفس وزن الأمثلة، أنت أعطيتني مثالا له علاقة بمصر وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، ولكن في واقعة مصرية تماما، عندما كان قانون منظمات حقوق الإنسان في مصر يقضي بعقوبات على بعض الأمريكان، ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية بحجب جزء بسيط من المساعدات التي تقدم من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر وتأجيله، لم تلغيها ولم تقطع العلاقات. بعد ذلك ما حدث لم يكن سوى أن مصر تراجعت عما يتعلق بالأمريكان في قضية منظمات حقوق الإنسان، وقامت بالإفراج عن هؤلاء الأشخاص وإرسالهم إلى منازلهم في الولايات المتحدة الأمريكية. بالقياس على قضية جوليو ريجاني وعلى قضية صفقات الأسلحة، فأنتم ربما يبدو أنكم تتهاونون قليلا فيما يتعلق بحق مواطنكم. لا، نحن لا نقوم بأي مبادلة، نحن نريد الحقيقة حول ريجاني، هذا ما قلته. ترامب لم يقطع العلاقات مع مصر، لم يعزل مصر، واصل حديثه مع مصر، بالطبع قام بضغوط طاطن، لكنه حافظ على العلاقة بينما قدم. وهذا هو الفرق، ونحن نريد في واقع الأمر القيام بنفس الشيء، أي أن نواصل علاقاتنا. لم يتحدث أحد هنا عن قطع العلاقات سيد بييرو، بالعكس
بالعكس لم يتحدث أحد هنا عن قطع العلاقات، بالعكس هناك مطالبات من جانب اليسار الإيطالي لديكم ومن جانب أسرة ريجيني باستمرار العلاقات لأجل الحصول على الحقيقة من أجله ولأجل الضغط على مصر فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان. لم يتحدث أحد لديكم ولا في أي مكان عن قطع العلاقات مع دولة مهمة في منطقة الشرق الأوسط. إذا أنت أوقفتي صفقة مهمة لهذه الدرجة فإن هذا حركة عدائية تعتبر كأنما قطعت العلاقات. نحن من المهم جدا بالنسبة إلينا أن يتم احترام حقوق الإنسان. هناك عولمة الأسواق، هناك عولمة المبادلات، والآن هناك أيضا عولمة حقوق الإنسان يجب أن يتم احترامها أينما كان في أي بلاد وفي أي قارة، ونحن نقاوم من أجل ذلك كي تتم احترام في هونغ كونغ احترام حقوق الإنسان، ونقاوم أيضا أن يتم تحرير البرلمانيين الأتراك الذين وقع إيقافهم بظلما، وأيضا أن يتم احترام الأشخاص الذين تم انتخابهم من قبل حكومة أنقرة، وكذلك في الولايات المتحدة، وكذلك فيما يتعلق بالجهن للوصول إلى الحقيقة. نعم. طيب سيد بيارو، كيف تعلق في ملف آخر على المبادرة المصرية الأخيرة بشأن اللواء المتقاعد خليفة حفتر وبشأن الأزمة الليبية؟ نحن نعتقد وكنا دوما نعتقد أن الأزمة الليبية لا يوجد حل لها إلا الحل السلمي. إن إيطاليا تقر وتعترف بحكومة السراج، وقلنا أكثر من مرة لحفتر أن الحل العسكري مخطئ. هو حاول أن يصل عبر الحل العسكري، وكما نرى فإن النتائج هناك مشكلة في الصوت. إذن قلنا دائما الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون سياسي، وأيضا قلنا إلى حفتر وأنه خطأ أن يحاول الحل العسكري، وقد حاول ثم فشل هزم. نحن نؤمن بالحل السياسي، وإذا كانت مصر تريد المساعدة لحل الأزمة الليبية فعليها أن تقنع حفتر بالتوقف عن التحركات العسكرية وأن يجلس على طاولة الحوار، وإن لم يفعله حفتر فسيفعله غيره. سيد بيارو، الرئيس المصري استضاف اللواء المتقاعد خليفة حفتر لإعلان بيان القاهرة أو إعلان القاهرة، بينما لم يتحدث للسيد فايز السراج وهو الرئيس الشرعي للحكومة الليبية في هذه المرحلة. يعني كيف ترى أو تعلق على هذا الموقف المصري، الاعتراف بحفتر ودعمه حتى بعد أن فشل عسكريا و أدين ب أو يعني هناك اتهامات متعلقة بحقوق الإنسان وجرائم حرب موجهة إلى حفتر، في الوقت نفسه القاهرة تصر على دعمه ببيان جديد؟ نحن نعتقد أنه يجب الوصول إلى حل سياسي مبني على جلوس كل الأطراف على طاولة المفاوضات. نحن ندعم سراج، وقلنا أكثر من مرة سواء في الخارجية أو في الحكومة الإيطالية أن سياسته مخطئة، والحل العسكري هو حاول وكما نعلم جميعا تم هزمه. ولأن حفتر تم هزمه لهذا السبب بالضبط، لابد علينا أن نعود إلى الحل السياسي، ونحن نطلب من الحكومة المصرية أن تسهم في حل سياسي مبني على التفاوض، وعليها أيضا أن تقنع حفتر
وسلطات طبرق أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا بالجلوس على طاولة المفاوضات. حفتر رفض كل الحلول السياسية السابقة ونقض كل الهدنات التي تحدث أو أكثر من هدنة تحدث وربما كان طرفا فيها وحتى التي لم يوقعها، وهو هزم في هذه المعركة. ما الذي يجبر فايز السراج للجلوس على طاولة مفاوضات مع حفتر الذي قصف المدنيين، وهناك في هذه اللحظة ونحن نتحدث كشف عن مقابر جماعية وانتهاكات جماعية بحق أحياء دفنوا أحياء وعن طريق حفتر وقواته؟ كيف يمكن أن يجلس الطرفان ويتساوى الطرفان على طاولة مفاوضات واحدة؟ هنالك مقولة تقول أن السلم تصل له مع عدوك. ما بين 1981 و85 تم الاتفاق مع ميلوزيفيتش، ثم بعد ذلك تمت محاكمته. لكن عندما توجب يعني الوصول إلى السلم جلسوا معه. لذلك فإن يجب أن تصل إلى السلم مع خصمك، مع عدوك، سواء كان في طبرق مع جماعة طبرق أو غيرهم، أو لجأ على السيد السراج الجلوس في طاولة المفاوضات. نعم، إذن أنت ترى أنه يجب على فايز السراج الجلوس إلى طاولة المفاوضات. كيف تعلق على أن مصر حتى هذه اللحظة لم تشمل السراج بأي محاولة للجلوس إلى طاولة المفاوضات ولم تقدم سوى حفتر وسيد عقيلة صالح رئيس برلمان طبرق؟ أنا أعتقد أن مصر عليها أن تبتعد عن استراتيجية حفتر، لأنها استراتيجية فاشلة ظهرت فشلها. عليها أن تنظر إلى طبرق وإلى البرلمانيين وإجبارهم على الاعتراف بمخاطبهم والجلوس سعيا للسلم. ثم إنني أعود إلى التصريحات التي سمعتها في الأسابيع الفاضلة وإلى الذي قال سواء رئيس مؤتمر طبرق أو نائبه، الذين أعطوا تصريحات مختلفة تماما عما قاله حفتر. نعم، طيب سؤال أخير سيد بييرو، كيف تعلق على هذه المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في ترهونة والتي يقال أن هناك أشخاص دفنوا أحياء وهم من المعارضين لقوات حفتر؟ أنني هذا شيء أمر مخجل، ومن قام بهذه الجرائم يجب أن يحاسب، وعلى المجتمع الدولي أن تتأكد مما حصل ثم أن توزع المسؤوليات. ثم من جانب آخر فإن المجتمع الدولي له أدوات، وهو المحكمة الدولية ضد جرائم الحرب، وقد حاكمت ميلوزيفيتش فيها، وكذلك مجرمي البلقان تم الحكم عليهم وإدانتهم، إدانة المسؤولين. ولذلك في محطة أيضا البحيرات الكبرى أيضا قامت بواجبها. لذلك فإن على المحكمة أن تواصل حتى النهاية لتحدد المسؤول عن هذه الجرائم، وعليه أن يدفع الثمن وأن تتم العدالة. نعم سيد بييرو فاسينو، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأوروبية في البرلمان الإيطالي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من روما، لك جزيل الشكر. مشاهدينا المسائية مستمرة، وبعد الفصل مطالب أممية بالتحقيق في مقابر جماعية بترهونة، المعقل السابق لقوات حفتر. هذه أخوتي وصار خالي وصار عمي، هذه ما أعرفهم ميتين أخواتي. قديش جت طلعنا من مستشفى ترهونة من النساء 34 مرأة
في حتى اطفال ميته.